من عذب عاشقا وجيء في النار فلا من عذب عاشقا وجيء في النار وصور لك ضنا روحي وعز نفس من عاني وعز نفس من عاني
الريح دي صار بوسعك أن تشرب كأسا على قبر الشهيد، وقصيدة اغتيلت فهل من بؤمة في الأرض إلا نحن نختال القصيدة. بلقيس كانت أطول النخلات في أرض العراق. بلقيس حكاية أسلحك يا حلوة. أنت هو بيقول من الذاكرة. أنت على طول يا دكتور. لا أنت كده قصد يا دكتور. أنا بهدي النفوس. أنت كده قصد. عند حكايتها. كانت إذا تمشي ترافقها طواويص وتتبعها أيائل. بلقيس يا نينوى الخضراء، يا غجرية الشقراء، يا أمواج دجلة تلبس في الربيع بساقها أحلى القلاقل. بلقيس يا وجعي ويا وجع القصيدة حين تلمس هل أنامل. هل يا ترى من بعد شعرك سوف ترتفع السنابل؟ بلقيس حبيبتي، أتعرفون من حبيبتي؟ كانت مزيجا رائعا بين القطيفة والرخام، كان البنفسج بين عينيها ينام ولا ينام. ده الحد أخلنا. يحط الحمام، أعد لي الأرض كي أستريح، فإني أحبك حتى التعب، صباحك فاكهة للأغاني وهذا المساء ذهب. ونحن إلى بعضنا ويدخل ظل إلى ظله على أرض لا تشبه منا إلا الرخام. لأنك آخر عائلة الموج تهاجر إليك إناث الطيور. إني أحبك إذ أشتهيك تعالي قليلا وغيبي كثيرا. إني أحبك إذ أشتهيك تعالي كثيرا وغيبي قليلا. تعالي تعالي ولا تقفي. آه من خطوة واقفة. Heureux et très content que vous êtes avec nous ce soir pour vous entendre. Shukran. Thank you.
القلق بين المنتظرين اللي حابين يحصلوا حاجة ما حصلتش، التردد والقلق solitaire, j'aime bien être dans le silence, tout seul. Et là, ça, c'est difficile pour moi. انه امر صعب جدا لاني بفضل الابداع مع نفسي، وانا لاول مره خجلان اني بواجه هذا الجمهور المحترم. Alors, pour moi la peinture et le dessin, c'est de trouver un équilibre dans mon déséquilibre, dans cette vie difficile. الرسم هو الجسر الذي هو الجسر الذي يجعل حالة التوازن داخلية وخارجية، هي التي تخلق له حالة التوازن من خلال اللون. التوازن وعدم التوازن، الداخلي والخارجي. Trouver un équilibre avec un geste, une harmonie pour communiquer une émotion, une idée, un sourire, une énergie, une opinion. Et trouver l'alliance universelle que les riches, les pauvres, les gros, les maigres, les gentils, les méchants, les malades, les bien portants puissent trouver un réconfort, un partage et qu'ils retrouvent une partie de leur histoire. عملية صعبة جدا انك تترجم الشعر. يمكن دكتور مجدي استاذنا العظيم ان اتجرأ في حضوره على الترجمة، اسمح لي بهذا التطاول. عملية صعبة جدا، فانا هترجم بشكل عام. حالة الرسم عنده هي حالة مزاجية تجمع ما بين الاختلاف والتوازن، ما بين الانسانية، ما بين الرفض والمقاومة، وما بين المد والجذب، وما بين الحب وما بين الوجع، ما بين الدموع وما بين الابتسامات. حالة تخلق بين الغناء والصمت، هي حالة إنسانية كاملة نقتسمها في اللوحات مع حالة الإنسانية العامة. هي حالة خاصة لكننا نقتسمها مع الحالة العامة. Merci beaucoup, Chokran. Bad beaucoup.